عمار مسعودي، كاتب إقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. بداية مشكور الإعلام على تغطية هذا الحدث، ديال مناقشة واحد قضية، وطنية، قضية تهم الشغيلة التعليمية والمدرسة العمومية بشكل عام. بعد واحد مجموعة ديال النقاشات كانت جادة ومسؤولة من طرف مختلف المتدخلين، مختلف الهيئات النقابية والسياسية وجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني اللي حضرت هنايا، الواقع خلصت إلى مجموعة من توصيات. أولها هو استقلالية التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والاستقلالية شيء ضروري وأساسي لإنجاح جميع المحطات النضالية التي تخوضها هذه التنسيقية، إن على المستوى الإقليمي أو الجهوي أو الوطني. ثانيا، سجلنا في الجامعة الوطنية للتعليم غياب التأطير، غياب التعبئة والتحسيس بأهمية العمل النضالي من أجل انتزاع الحقوق، حق أساسي وهو الإدماج، في أسلاك الوظيفة العمومية، واللي احنا في الاتحاد المغربي للشغل في جميع المؤتمرات الإقليمية والجهوية والوطنية ننادي بهذا الإدماج. ثالثا، دعونا إلى بناء ثقة، بناء نوع من الثقة بين مختلف الهيئات المجتمعية السياسية والحقوقية والنقابية في تبنيها لملف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بشكل خاص والمدرسة العمومية بشكل عام. كذلك دعونا إلى توحيد الصف النضالي بين مختلف هذه المكونات للدفاع عن المدرسة العمومية ومختلف الفئات التعليمية، ومنها طبعا فئة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد. وأخيرا، دعونا إلى تنزيل وبلورة مخرجات وتوصيات وخلاصات هذه الندوة العلمية إلى واقع وفعل نضالي حقيقي لمواجهة مخططات الحكومة والدولة في بلقنة العمل النقابي والسياسي، والقضاء على مجانية التعليم ومحاولة الالتفاف على المدرسة العمومية بشكل عام. بالشاب بن عيسى عن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. فعلا الموضوع يستحق أكثر من هذه الندوة، بل نعتبرها، سنعتبرها هي بداية لانكباب على كل الملفات التي تقوي فينا الارتباط بقضايا هذا الوطن. فالخلاصة الحقيقية اللي خرجنا بها هو أن الوعي المتجدد والكامل اللي عند كل أطراف المشاركة، كل أطراف كان عندها وعي بأن المسألة فيها ضخامة ديال الملف، فيها ضخامة ديال المشكل، أن هناك فيها المختلط المطلبي بالهوياتي بكذلك الصراع من أجل تحقيق والدفاع عن المكاسب الكبرى ديال الشعب المغربي بصفة عامة حول المدرسة العمومية. يعني كاين هناك ملف فعلا ديال الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ولكن هذا ما منع شيء بين الحوار والنقاش يعني امتد الى طرح القضايا المهمة والملفات اللي من المفروض اننا خص ضروري بأننا يكون لدينا واحد العمل مشترك في إطار واحد التصور مشترك، وليكن النقاش كبداية أولية من هذه البداية اللي بدينا، تكون من أجل خلاصات متعددة واللي ترفع لواحد العدد هائل ديال كل واحد يرفع على مؤسساته باش تخاض مبادرات تكون أكثر يعني قريبة، ماشي تتجاوز ذلك الدعم العادي، تتجاوز ذلك التضامن العادي، بل تقترب من أننا نتقاسم همومنا في التعليم، في الصحة، في كل مناحي الحياة. الأستاذ عبد الرحيم عوال، الممثل عن التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم تعاقد فاس مكناس.
استجابة للدعوة التي تلقيناها من الحزب الاشتراكي الموحد قطاع التعليم للحضور في المائدة المستديرة تحت عنوان معركة التعاقد، معركة إسقاط التعاقد أي آفاق. من أهم هذه الخلاصات التي خلص إليها هذا النقاش هو توحيد النضالات ميدانيا من طرف هذه الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية من أجل تحسين المدرسة العمومية أو لا من أجل الدفاع على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة التعليمية في قطاع التعليم في المغرب. لذلك نحن كتنسيقية جهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد نثمن هذه الخطوة ونثني عليها، ونتمنى أن تكون هناك خطوات من هذا القبيل من أجل توحيد نضالات الشغيلة التعليمية وتوحيد نضالات جميع الشعب المغربي من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية ومواجهة المخطط ديال الخوصصة اللي كتدخل من ضمنه آلية التعاقد اللي كيعتبر آخر مسمار سيدق في نعش المدرسة العمومية. وتحية